خلينا نشوف كيف نتعامل مع اللفت. شوف. اتوقع في كثيرين يعني الموضوع مش كثير صعب بس بده شويه هيك يعني قوه نتفه، فبنبدا انه نحن نقشر اللفت. بتقشر بسهوله معنا. هو قشرته مش كثير قاسية يعني. أنا خفت في البداية إن ما يزبط معها. لا لا بسيطة. بس هي أفهم مني. بسيطة، خلينا فينا نقص هاي عشان ما تعذبنا. حلو. وأنا أشوف اللي مجهزين ومقشرين حطتهم في موية. لازم علشان ما يسود. نفس الفطار. أيوة إيه؟ لحتى ما يسود نحطه بشوية مي بحافظ على لونه الأبيض لحتى نكمل الخطوة الثانية. خلينا نقص هاي طرف ما راح نحتاجه. أوكي. فنشيل الجذر والراس وبعدين نبدا نقشر. صح. عشان ما ناخذ يعني ما تاخذ معاكم وقت طويل. صارت عندنا هيك الحبه مقشره هلا. أيوه. خلينا نشوفها. اشوف الاداه الغريبه هذه، انا هذه اعرفها الصراحه بس هذه اول مره اشوفها. هاي اداه سحريه شوي هيك. شيء بيسهل علينا طريق لحتى نحفرها، انا بفضلها لانه شوي قاسي وصعب. أوكي. فهي هيك بتفوتها بشكل لولبي شوي فبتعطيك الطريق، فبيعطينا طريق بسيط ولحتى بعدين نستعمل هاي ثانية. بس بدي احكي لك شغله كيف بنحفره. عاده المحاشي بتنحفر من عند الراس او محل ما كان فيه القمع. صح. بس اللفت لانه كثير عريض هيك وما له مساحه بالضبط. ايوه بالضبط. فبناخذ الطرف وبنحفر من عنده، فشايف هذا الطرف من هون نبدا نحفر فيه بشكل نفوت بهاي الاداه السحريه اللي قلت لك عنها. وبندخل هيك طبعا نتاكد انه ما نوصل للاخير ونخزقها ما نطلعش من الطرف الثاني. وفعلا اصلا لو تفكر فيها منطقيا اذا بتحفرها من فوق ما في يعني ما في مساحه كافيه انك تحط فيها حشوه. طلع كيف صار عندنا طريق. هلا بنفوت بهاي وبنوسع شوي شوي. اوكي. هلا شوي قاسيه بس مش يعني مهمه مستحيله تزبط معنا. انا دائما بعرف عن اللفت انه مخلل بس مؤخرا اكتشفت انه في منه محشي وطبق تقليدي وتراثي بفلسطين وبينعمل باكثر من شكل. على فكره بفلسطين كل مدينه بتعمله بنكهه وبطريقه مختلفه. نحن اليوم مختارينه وعاملينه بالطحينيه بس بينعمل كمان بمدن ثانيه بالسماء والصلصه الحمراء بدبس الرمان وفي كمان بيعملوه بالتمر الهندي. طلع كيف صارت محفوره وجاهزه. الباب خليناه صغير لحتى نضمن انه الحشوه اللي حطيناها مش بسهوله تطلع. وفضيناها قد ما فينا لحتى تستوعب كميه اكبر من الحشو. طبعا رح نحتفظ بهاي بمي لحتى ما تسود. حلو، لانه فعلا اتوقع اي واحد حتى لو يمكن يشتهي الوصفه بخاف او بشيل هم من بياخذ وقت شوي. هي دائما المحاشي بتاخذ وقت بس طيبه، بس بنتاكد انه ما فيهم مي لحتى لما نحطها بالزيت ما ينفجرون علينا. فانتبهوا طبعا الزيت والمويه ما هم اصحاب.